صباح الخير يا وجوه الخير. ديما السطلون رمجي ديما كيطير معاهم بالروزو، ديما كيطير وديما الجوان. شوف ويجي تشوف قولوا اللي قلتو. بنادم يقول لي يقول بالروجل السنور كيمزك بالروجل اخوك. شوف قولوا شي حاجه كاينه السنور مقود كيمزك. اوجه اوجه نوض تقاير البابجه اوجه اوجه الريت سون ايديسيون تقدم سنور. ايوا هادي واش الخوت كلشي بخير. سنور انفو كيلوح كتعرف بانك غادي تمزك. شوف نيك اي واحد الخوت كيقول لك سنور حقا. شوف مغاربه العلامه صاحبي واش الصاد معمرو ما خرج معمرو ما قال لك انا رابور وبنادم كيطبق عليه فهمتي كيلصق عليه ديك التيكيته ديال الرابور في ظهره. بنادم علام وحق الرب ولا عندك هاد البلان هذا ولا انفو بحال دابا تكون كتغني شي لعيبه انفو ترشق لك تلوح شي ديز ديال الراب صافي طومبو ما خصكش تحيد من الراب. بالرجوله سنور كيمزك بالرجوله عنده هيد ديالو مقود وحق الرب وهادشي فهمتي هادشي زوين هادشي اللي كيعجبني في سميتو في الراب المغربي. يعني كاينين بزاف ديال الستيلات سنور جا امبوزا ستيل ديالو وهادشي اللي خاص يدار الخوش بالرجوله. دابا الراب جيم في المغرب محكوم فهمتيني معروفين شكون اللي حاكمين فهمتي سون. يعني بغيتي تدخل بغيتي تامبوزي لا سميتو الكاركتير ديالك خصك تجيب ستيل جديد ولا دورمي وتحيد حاضي. علاش؟ حيت كاين بنادم مطراسي تشيران يعني من الاخر. الرياكشن الخوت فيها 4 ديال التراك فيه 4 ديال الدقائق. التراك سميتو كاسيتا ما عرفناش التراك كيفاش غادي يكون ما عرفناش شنو حطه واش غادي يدخل فيها السنور ما عرفناش. المهم اللي عارف بانه 100% الخوت غادي نتمسكو ودوز رياكشن زوين. الا كانت اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما دير والو حتى تسلى الرياكشن هذا باش لايكي وبارطاجي مع العشران. ما عجباتكش ديز لايكي ما كاينش مشكل. شحال واحد الخوت عند باله بانه ديجا مابوني فلاشين حيت اش كيطلعوا لي الفيديوهات ديالي فهمتي ديجا تفرجتي في رياكشن ديالي غادي يبقاو يطلعوا لك الفيديوهات ديالي. برجوله كتفرج رياكشن كتعجبك الرياكشن ما تنساش راك عارف شنو هاد الدير تجمجم ودخلت ابونا بالرجوله الا كنتي كتفرج ديجا في اللعيبات ديالي فهمتي. حيت بعض المرات كيصحاب لك بانك راك ديجا مابوني حتى لا انت تهبط شويه اللعيبه بات لك حمراء عادي راه خصك تابونا عشيري بات لك قري راك فاليدي عشيري دي راك من قدماء المحاربين. شو تمسكوا الديسك الخوج ما نطولش عليكم. شوف سنور مزيك من الاخر كاسيتا اي بدينا وجن اي الحريم زايا عشيري زايا كليوباترا جاب لكم كليوباترا ديما نفس القصيدة انت اللي ما بغيتيش نعيشو حياة بسيطة ضربيها طلع ضربيها طلع وضربيها الحطة الحطة بعد هذيك النهار سميتو في صوفيا فاتو صوفيا فاتو في الانترفيو اللي جابته في شدا اف ام ياك شدا اف ام كان قال لها بانه خونا فهمتي خياط فهمتي المهم كيخدم اللعيبات وستيلات داك الشيء علاش وقع لي كيخدم هو اللي كيخدم اللبس ديالو بالرجول ديما نفس القصيده انت اللي ما بغيتيش نعيشو حياه بسيطه ديما السطلون رمجي ديما كيطير معاهم بالروجل ديما كيطير وديما الجوان بالروجل فراسي شلا روينا باش نقالك ما نخصمو الشيطان بين نار وليلة كيف داني اسمان تالا شيتي سلوكان وقيلا نسيتي شوكان عوان التراك هذا كيغني على الحريم فهمتي ديما نفس الكاسيطه. المهم هذاك الشيء اللي كيدور ما بين لي كوبل فهمتيني تلا جيتي سلو دان واقيلا راه نسيتي شنو داز زعما بلا ما تجدي الدخله عليا ديك الدخله ديال فهمتي ديال المذاكره نسيتي يا خاتنا شنو داز ولا كيفاش البلان. سنور دابا ضارب عليهم الغوز ولكن كيفاش البلان عشيري وليتي في الغوز ولا كيفاش ستون ولا زعما غير حاجه تراك كيغني على الحريم واللعيبات. المهم تراك بعدا مزك فهمتي مهيت شوف بغيتي تشوف قولوا اللي قلتو. بنادم يقول لي يقول بالرجل السنور كيمزك بالرجل اخوك. شوف قولوا شي حاجه كاينه السنور مقود كيمزك بالرجل قريب كيجيني الموت بابي بالله يا
شفتو كباب نخزوم المنافير شيت راسي فقاكو دار طريقي قدامي واعره واعره تسويتش هذا تسويتش واعر خوت بالرجولة تخيل معايا شي فيتشورينغ ما بين لانكو والسنور غتكون شي حاجة صداع الخوت بالرجولة سبابي بلا يا واخي ما شحيت بس ما طلع نسيتو كباب نخزوم المنافير شيت راسي فقاكو دار طريقي قدامي فاكو مالك بوحدي غنقز لعابي ماما متوج خلي بالك تاني شوف تراك مقود هاد السنور شوف هادشي اللي كيعجبني كيغبر وفاش كيغبر كيحط لك شي تويشيه ناضيه بالروج ولا نقولوا شي لعيبه هادشي كيعجبني في لي زارتيست فاش كتغبر حط شي لعيبه اللي تنسي بنادم في هذيك الغبره ديالك بالروج او كاغوناد هذا الحطات بعدا الهربه الهربه قلت لكم الخوش 100% هو اللي كيخدم الحطات ديالو بالروجو واخا الحياه تبدل تتنخلى عشي ديال عشي السنور ديال اللصقة وحق الرب السنور ديال الإسرائيلية كنقول لك بالرجول اوه هتقول شي غادي يحبس تراك هنا هتو فيه لدفع إيلاده كيخلي لك واحد دقيقة وغادة خاوية دابا راه بات ليش دقيقة لا دقيقة ونص دابا شي فيه لدفع إيلاده مكيكملش تراك ولا يكون شي 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 سويتش اعطيني رفرنس او شاوت لي عرفتي الا عاود عرفتي تطلع بيها غتجي مفارقه الهرب عزيز عليه في الاخر يخربقها فهمتي المهم ما يكملش لك الديسك ضروري ما يكملش لك الديسك في الاخر الهرمة تراك ناضي بالروج ولا قلت لكم الصحبي شوف يفو يبان لك الصحبي سنور يعني يعرف راسك غادي تمزك بالروج ولا الصاد كيعجبني يا صاحبي كيعجبني كي واعر صاحبي واعر مبديع عنده واحد الدماغ صاحبي راه بزاف راه الهربة بلاتي هنا غادي نشوفو غير واش كوستوم ديزاينر باي امل بني لا ميك اب اوف دبل سنور كريم كاستينغ دايركتور لا كان كيسحبني سميتو اللبسات واللعيبات كيخدموا هوايا ساعه لا كاين هاد الساطه هادي امل بنياد المهم تراك الخوت كان مزق ديالو بالصح قولوا لي الخوت في كومونتير كي جاكم تراك كي جاكم سنور كي جاتكم الحطه كي جاكم العيجه الخوت طلعوا في نهار جديد وريكشن جديد اللي كتبوا امام ابونيش ما تنساش دابا سيماتنا جامي الخوت لايكي وبارطاجي مع العشران ما عجباتكش الرياكشن بغيتي دير والو تخرج طال دغوا طلعوا في نهار جديد وريكشن جديد وتهلاو ليا في راسك يلاه تهلاو الخوت وديزوري بوت كونيكشن انت غنيت الله يعاونكم